مين دول؟ دول مجموعة طلعت بقالهم كام يوم تقريبا، اسمهم خيال الظل. كام يوم وانا ما عنديش خبر يا فندم. بسبب حالتك الصحية كان في اوامر ان احنا نمنع عن سيادتك الاخبار اللي زي دي. اوامر؟ خدتوا اوامر ايه تاني؟ نوعني. ايه اللي خلاك تشغل الفيديو ده؟ يا فندم أمات. أمات. اتفضل خد سيادة اللواء. اتفضل خد اللواء. اتفضل. ايه يا عشا؟ هو مش رياض محرج عليك ان انت تتفرج على اي حاجة ممكن تضايقك؟ ممكن اسألك سؤال؟ انت دورك هنا ايه بالظبط؟ امبارح اتفاجئنا ان اللي اسمه عمر ده متعين هنا في القصر، معرفش متحدث رسمي ولا بيعمل ايه بالظبط. النهارده قائد الحرس يقول لي انه واخد اوامر. هو مين اللي بيدي اوامر في المكان ده؟ هاشم الموضوع مش زي ما انت فاهم خالص. انت ما كنتش موجود عشان ارجعلك في اي اوردر انا باخده. بعدين انا بعمل كل ده عشان خاطر احميك. تحميني ازاي يا هاشم؟ البلد كل يوم بيحصل فيها مليون مصيبه، مش لازم تعرفها كلها، مش مطلوب منك انك تحلها كلها. الدولة فيها مليون جهاز، هي لازم تقوم بالدور ده. لو انت هتقف على كل حاجة يبقى البلد دي مش هتطلع خطوة واحدة لقدام يا حبيبي. فين كلامك بتاع زمان؟ عايزك تقفي جنبي وتشيلي عني الحمل وكتفي في كتفك. يعني الرسالة موجهة لي أنا شخصيا، موجهة لهاشم الرئيس. هاشم دول شوية عيال صيع، ما احنا ياما زمان مرينا بالحاجات دي واتحلت، راحت وانتهت. هاشم، احنا عندنا حاجات اهم بكتير من العروسه دي ولعب العيال، لازم نركز فيها. حبيبي انا شايفه ان دلوقتي انسب وقت تطلع تكلم فيه الناس. اكلم ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ أنا هرتب لك لقاء تلفزيوني. أنا ما بتكلمش على لقاء تلفزيوني ولا إزاي، هتكلم أقول إيه وأنت؟ ما أنت مديها أوامر. مديها أوامر عشان تمنعي عني كل حاجة، تمنعي عني الهواء والمية وكل حاجة. من فضلك. سيبيني دلوقتي. إدي أوامر. إدي أوامر، ما تخليش حد يدخل عليا خالص دلوقتي لو سمحت. اتفضلي.